السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم، خصوصا مستوى الثالث إعدادي. إذا هذه الوثيقة تلخص جميع المعلومات حول التغذية والهضم والامتصاص، تلخص لكم جميع المعلومات في هذا الفصل الأول من التغذية، لي زاليمون، الهضم، لا ديجيستيون، الابسوربسيون، معناها الامتصاص. إذا تلخص لكم جميع المقاطع، إذا هذا الشيما دو سانتيز تلخص جميع المقاطع. La mise en évidence des constituants des aliments, la digestion buccale, des aliments qui changent d'aspect au cours de la digestion, la simplification moléculaire dans l'estomac et l'intestin grêle, et l'absorption du nutriment. Et là, on a environ 5 mots. La mise en évidence des constituants des aliments. شفنا مكونات الغداء من بين الأغذية البسيطة والأغذية المركبة، هي دي زاليمون سامبل اي كومبوزي. وشفنا كذلك ما يسمى بالهضم عن طريق الفم، نطرقوا لفات الشيما. ودي زاليمون كي شونج داسبي او كور دو لي ديجيسيون، كاين بعض التغيرات يبقاو في المكونات الغذائية البسيطة أثناء الهضم، ولا سامبليفيكاسيون موليكولار دون ليستوما اي لانتستان غرين، وكيف تتم عملية تبسيط هادو الأغذية البسيطة لكي يتمكن الجسم من الاستفادة منها. والامتصاص ديال المواد القيت تسمى بالفرنسي دي نيتخيمون، لابسوربسيون دي نيتخيمون، وما علاقة المواد القيت بالأغذية البسيطة. المهم هاد الشيما كما تلاحظوا، شيما دو سانتيز تلخص لكم جميع المعلومات حول هاد الفقرة. انتبهوا معي، هاد سيل مينورو او غليسيد دو بروتين و ليبيد، هادو تسمو الأغذية البسيطة، هادي تسمى الأغذية البسيطة، دي زانيمون سامبل. تتكون الأغذية المركبة يا إما من أصل نباتي أو من أصل حيواني. المهم خاصكم تلاحظوا بأن لي سيل مينورو او غليسيد، الغليسيد، سكريات، البروتين و ليبيد، هادو كلهم كاين الفيتامينات إلى آخره، هادو كلهم تسمو أغذية بسيطة. نتكلم حول عملية لانجيستيون، كاين لانجيستيون وكاين لا ديجيستيون. لانجيستيون من قبل ما يكون هناك هضم، تكون هناك لانجيستيون من إدخال الأغذية، إدخال الأغذية للفم قبل الهضم. لانجيستيون قبل الهضم، المواد البسيطة قبل ما تتم عملية الهضم أو التحولات. اذا كيف ما تلاحظوا هنا في هذا الشيما، تيكون عندنا الهضم على مستوى الفم، تسمى لا ديجيستيون بوكال. مي شنو ما شنو معنى ما هي الاشياء التي تحدث هنا؟ خاص تعرف بان هناك واحد السائل مهم جدا في الفم يسمى بالسليف، ساليف، من اللعاب. هاد اللعاب هذا اللي بغينا نقوم بالتحليل ديالو، هو تيتفرز من خلال واحد الغدة، واحد الغدة تسمى الغدة اللعابية، فهمتي. هاد الغدة اللعابية المهم السائل هو اللعاب اللي سيد ساليف، وفيه بعض الأنزيمات. المهم اللي مهم، اللي مهم في هذا الشيء هما الأنزيمات اللي خصنا نقومو بالشرح ديالها. غنسيبو الله معايا في الهضم عن طريق الفم. كاين واحد العصارة، نقولو حنا العصارة الهضمية اللي كاين هنا، هو الصليف، تسمى سوك ديجيستيف، تسمى الصليف. تقريبا هو محايد، معناها الحمض ديالو محايد، بي اش ديالو تساوي 7، معناها ليس حمضي وليس قاعد. اني با اني ني اني اسيد ني بازيك، معناها نوتر، معناها بي اش ديالو تساوي 7. هاي الغدة هنا، هادي هادو هما الغدد اللعابية، فهمتي.
هذه بتسموه الغدد اللعابية. إذا تفرزوا هذا السائل هذا يسمى باللعاب الصليف، والصليف تتكون واحد الأنزيم مهم جدا هو أميلاز، والأميلاز هو الذي يساعد على تقسيم هذا النشا، تسمى بالفرنسية أميلو. ترانسفورم سافي دير هاد الصليف يترانسفورم لاميدون كوي اون مالتوز، هذا تسمى المالتوز، اي جزيئات مبسطه للنشا. لاحظوا معايا الجزيئات المعقده ديال النشا تتكون عده روابط، لاحظوا، وتتقسم من خلال هاد الصليف، من خلال هاد اللعاب، والانزيم اللي تتحكم فيه هو الاميلاز. وتلاحظوا في الاخير وجود ما يسمى بواحد الجزيئات مصغره ومبسطه تسمى مالتوز او سكر بسيط لحد ما. اذا هذو هما الاشياء اللي تتوقع على المستوى الفم، ترانسفورم لاميدون كوي اون مالتوز. اذا ننتقل الى مرحله اخرى، اذا بعد الفم هناك المعده ليستوما، لا ديجيستيون دون ليستوما، ماذا يقع على مستوى المعدة؟ يجب الانتباه أن هناك غدد على جدار المعدة، دي جلاند، كما تعرفنا على غدد اللعابية دي جلاند ساليفير، كذلك هناك على مستوى الجدار ديال المعدة هناك غدد تفرز بيان سور بعض الأنزيمات الخاصة. على مستوى المعدة تكون عندنا أنزيم اسمه بروتياز، والأنزيم ديال البروتياز هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عصارة معدية، سوك غاستريك، والحمودية ديالو تقريبا واحد، معناه جد 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 حامضي في هاد المستوى ديال المعدة. إذا على مستوى ديال المعدة، نتكلم حول المستوى ديال المعدة هنا، اش يوقع؟ هذا هو السوك كاستريك، معنى عصارة المعدية. هنا تركيبة ديال البروتين، فهمتوا؟ تقوم هذاك السوك كاستريك، تنقصدو به بالضبط هذاك البروتياز، حيت العصارة المعدية تكون في واحد الأنزيم خاص هو البروتياز، هو الذي يتمكن من تقسيم هاد البروتين الى عديد بيبتيد. alors ce protease transforme les protéines en polypeptides. اذا هادو تسمو لي بوليبيبتيد، جزيئات مبسطة ديال هاد البروتين، و تبغى غير على مستوى المعدة فقط. اذا كونو قريبين على مستوى الفم، تتم عملية تحويل هاد النشا إلى المالتوس بواسطة اللعاب اللي فيه واحد العصارة مهضمية ولكن محايدة، تقريبا بي اش ديال 7، هو اللعاب والعصارة اللي تتكلم عليه، والأنزيم اللي تتكلم عليه هو المسؤول، هو الأميلاز، هو اللي يتم تقسيم النشا إلى مالتوس. ولكن على المستوى المعدة تتم عملية تقسيم البروتين إلى عديد بيبتيد بواسطة هذه العصارة المعدية السوك غاستريك. كاين واحد الأنزيم خاص سميتو بروتياز ولا بيبسين، فهمتوا؟ إذن هاد الجزيئة هادي الكبرى معقدة هادي تسمى البروتين، وهاد الجزيئة المبسطة تسمى عديد بيبسيد، ما يسمى بالفرنسية لي بولي بيبسيد. إذا ننتقل إلى عضو آخر
مهم جدا في الجهاز الهضمي هو البنكرياس. البنكرياس تصدر من خلاله واحد العصارة خاصة باسم عصارة بنكرياسية، هي قاعدية تقريبا قيمة ديالها 9.8. Alors l'organe sécréteur suivant c'est pancréas qui sécrète un suc digestif qui est donc basique pH égale 8. ولا ننسى كذلك مساعدة الصفراء، غادي نلاحظوا كيف تساعد الصفراء مع البنكرياس. إذن كاين هناك واحد أنزيم خاص سميتو بروتياز، كذلك في المستوى البنكرياس كاين أنزيم خاص بالنسبة للبروتين تسمى بروتياز من نوع التريبسين، هنا موجود في المعدة من نوع بيبسين. أما اللي موجود على المستوى البنكرياس من نوع التريبسين. مهم التريبسين تقوم بتجزئة العديد ديال العديد البيبسيد إلى حجم مصغر، وكذلك تقسيم جزيئات هاد الجزيئة ديال البروتين الى حجم مصغر تسمى لي بوليبيبتيد، ولكن بلوز او موان بيتيت، اصغر بكثير من الجزيئه ديال العديد البيبسيد المصدر ديال المعده. لا، ستقوم بهذا التريبسين، هذا البروتياز من نوع التريبسين، من تبسيط هذا العديد البيبتيد الى احجام مصغره. اذن بروتياز تريبسين ترانسفورم لي بروتيين اي لي بوليبيبتيد ان بوليبيبتيد دو تاي بلوز او موان بيتيت. كاين نوع اخر من الانزيم على مستوى البنكرياس سميتو الاميلاز، وهاد الاميلاز راه اكتشفناه على مستوى الفم لانه تقوم بعملية تقسيم النشا الاميدون الى سكر بسيط اسميتو مالتوز. نعم جيد. اذا الاميلاز كذلك كاين بعض على مستوى الفم، كاين هناك بعض تسربات ديال النشا، يعني لا يمكن جميع جزيئات النشا السكر المعقد على مستوى الفم، لا تكون بعض التسربات. إذن على مستوى البنكرياس تقوم هذا الأنزيم سميتو الأميلاز بتقسيم النشا المسرب من طرف الفم على شكل مالتوز. انتبهوا هذا النشا هذا اللي تنتكلموا عليه دابا، فهموني مزيان، لان هاد النشا اللي تنتكلمو عليه دابا على مستوى الفم تتقوم حقيقة تقوم هاد اللعاب بواحد الدور كبير جدا، ولكن لا يكفي عن تقسيم جميع جزيئات النشا، بغفوا تنجح في تقسيم 80% او ما شابه من جزيئات النشا الى المالتوز، ولكن 20% ستتسرب إلى المعدة ثم تتجه نحو البنكرياس. وفي هذا المستوى ديال البنكرياس كاين هذاك الأنزيم ديال الأميلاز اللي تقوم بتقسيم الأميدون كوي أو مالتوز. كما تلاحظوا هنا ناسو هذه جزيئات ديال المالتوز. يأتي الآن دور ديال الصفراء اسمها لابيل. ماذا تفعل الصفراء؟ الصفراء تقوم بتقسيم ما يسمى كما تشوفوا هذا السامبل ما يسمى بالدهنيات، هي مكلفة بالدهنيات. transforme les lipides émulsionnés
par la bile en acide gras et glycérol. معنى الصفراء تقوم بتجزيء الدهون إلى أحماض دهنية أو الجليسيرول. إذن الأنزيم اللي مكلف بتقسيم ديال البروتين تسمى تريبسين بروتياز من نوع التريبسين على مستوى البنكرياس. والأنزيم الذي يتم من خلال تقسيم النشا أو السكر المعقد أو المركب تسمى الأميدون كوي هو المالتوز. الأميلاز طبعا أميلاز تتحول النشا إلى المالتوز، ولكن الأنزيم اللي مكلف بتقسيم ديال الأميدون كوي هو الأميلاز. النتيجة هو الحصول على سكر بسيط سميتو المالتوز. والصفراء هاد لابيد هي اللي تتكلف بتقسيم أو تفكيك أو تبسيط جزيئات الدهون إلى الجليسيرول أو الأحماض الدهنية اسمها بالفرنسية لي زاسيد غرا إي جليسيرول. والأنزيم اللي مكلف به هو ليباز الصادر من طرف الصفراء لابيد. إذا تعرفتم دابا على الأنزيمات الموجودة على مستوى البنكرياس وكذلك الصفراء. إذا انتقلوا الآن إلى آخر مرحلة من الهضم والامتصاص والأورغان سيكريتير اللي مهم عندنا هو المعي الدقيق لانتستان غريل. المعي الدقيق بالفرنسي تسمى لانتستان غريل، وخصوصا الخلايا الموجودة على جدار المعي الدقيق تفرز عصارة معوية قاعدية pH 6.8. والعصارة المعوية اللي قمنا بالتحليل ديالها تلقى فيها عدة أنزيمات. Alors l'organe sécréteur, c'est l'intestin grêle et surtout les cellules de la paroi de l'intestin grêle. Alors suc digestif, suc intestin, le pH de 7.8, c'est le pH égal à 8. دابا نشوفوا الانزيمات الموجودة على المستوى المعي الدقيق. كاين هناك بروتياز مرة أخرى، بروتياز شفناها في المستوى المعدة وكذلك على مستوى البنكرياس والآن على مستوى المعدة الدقيق. بروتياز موجودة كذلك في المعدة الدقيق ترانسفورم لي بروتيين اي لي بوليبيبتيد اون بوليبيبتيد دو تاي بلوز او موان بتيت. دابا كاين بروتياز موجودة عندنا في المعدة تقوم بتقسيم بعض جزيئات من البروتين إلى عديد بيبتيد، ولكن الحجم تكون شيئا ما متوسط. بس تيجي الدور ديال البنكرياس بالخصوص هذاك العنصر ديال التريبسين من البروتياز، تيقوم كذلك بتقسيم البروتين إلى عديد بيبتيد سيكون أصغر بكثير، وكذلك العديد البيبتيد المصدر ديالو من المعدة تيقوم بتجزيء ديالو إلى حجم مصغر. هذا تنتكلم على تريبسين موجود في البنكرياس. وعلى مستوى المعي الدقيق كذلك موجود هاد الأنزيم سميتو البروتياز، تيقوم بتقسيم ما يمكن تقسيمه أو ما بقي من البروتين. بروتين مثلا بروتين المعدة لم تقم بتقسيم هذا البروتين، وكذلك البنكرياس لا يمكن تقسيم هذا البروتين. تيجي للمعي الدقيق، تيجي عند المعي الدقيق وتقوم بتقسيم ديالو من خلال بروتياز للمرة الأخيرة إلى عديد بيبتيد من حجم مصغر. تيجي الدور ديال البيبتيداز، هو خاص هو أنزيم خاص في المعي الدقيق، ما موجودش اصلا في المعدة ولا في البنكرياس، موجود خاصة في المعدة الدقيق. بيبتيداز
سيكون موجود في الماء الدقيق بيبتيداز، وهذا البيبتيداز سيقوم بتقسيم هذاك البوليبيبتيد الى احماض امينيه دي اسيد انمي، والجسم تستفد بخصوص من هذوك لي اسيد اميني اللي تتحولوا الى شكل دينيتريمون او مواد القيت. اذا الغداء في الاول يكون عالي جدا سيكون في العنصر ديال البروتين، واخر مطاف سيتم امتصاص هذا البروتين على شكل احماض امينيه على مستوى المعي الدقيق. انت شوفوا معي بيبتيداز ترانسفورم لي بوليبيبتيد اون اسيد اميني، اون اسيد اميني لي اسيد اميني، اسيد اميني واحد جزء مبسط جدا 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 يستفيد منه الجسم، والاصل ديالو بروتينات. اذا بروتياز سيقوم بتقسيم البروتين الى هذه البيبتيد، وتاخذ تتمكن هذا البيبتيداز من تقسيم هذيك العديد البيبتيد الى هو العديد البيبتيد هو تقسم الى عديد البيبتيد الى جزئيات اصغر اصغر اصغر، هما هادو هما هادو تسميهم احماض امينيه دي اسيد امين. المالتاز سيكون كذلك موجود في مالتاز هو خاص بالنسبة للماء الدقيق. المالتاز هو المكلف بتقسيم المالتوز، وقلنا لكم بأن المالتوز الأصل ديالها هو هذيك الأميدون أو النشا، يتم تقسيمه عن طريق الفم عبر الفم بواسطة الأنزيم ديال الأميلاز إلى مالتوز، وكذلك على المستوى البنكرياس تتم عملية تقسيم النشا إلى المالتوز، ولكن على المستوى المعي الدقيق تتحول هذه المالتوز إلى الجليسيد الجليكوز، هي أصلا جليسيد هو أصلا سكريات، ولكن سكريات بسيطة جدا. إذا هذه المالتوز تتحول إلى شكل الجليكوز، وشكل يتسام في ذلك هو المالتاز. هما اللي تشوفوهم هذا هو الجليكوز، تتفكك اكثر هو، هاتي تكون على شكل وحدات صغيره جدا تستفد من الجسم من اجل انتاج الطاقه. وكاين نوع اخر سميتو السكراز، هو تفكك هذا النوع ديال السكريات السكروز او جيم السكر السكروز الى الجليكوز. اذا المواد القيت هي الاحماض الامينيه والجليكوز. لحد الان شفنا الاحماض الامينيه الاصل ديالها هو البروتين، والجليكوز الاصل ديالها هو السكريات والنشا، ولكن راه كاين بعض كيما قلنا كاين الانزيمات اللي تقوم بتقسيم ديالو الى الجليكوز في الاخير، كاين المالتاز وكاين السكراز. ولا ننسى كذلك اللاكتاز، شي سامبليفي لو لاكتوز اون غلاكوز اي اون غليكوز، يجي من هو الجليكوز. اذا كاين هناك ثلاث مصادر ديال الجليكوز، سكر بسيط ياتي من المالتاز، ياتي من المالتوز ومن السكروز ومن اللاكتوز. ولكن يكون انزيم على حدة وموجود اصلا في هذا المعدة. اذا شفنا الدور ديال الصفراء لابيل تقسيم الدهنيات على شكل ليبيد، هذا يسمى ليبيد، على شكل ديزاسيد غرا ولا الجليسيرول، تيجي الدور ديال هاد ليباز تقسم لي ما يمكن تقسيمه هذوك الدهنيات لما تكون الصفراء. الصفراء ليس قادر على تقسيم جميع جزيئات الدهون، لان الدهون تكون شيء ما معقد شيء الماء وكثير جدا. هذا اللي باز تقوم تقسيم ديالو الى احماض دهنيه سب من الجسم، وكذلك جليسيروس. نلاحظوا بان الدهنيه السكريات هي مواد طاقيه،
ولكن هاد الأحماض الدهنية والجليسيرول عندهم منفذ وحيد هو اللمف، قناة ديالهم هي اللمف لافوا، تسمى لافوا لامفاتيك، لافوا لامفاتيك تسمى الممر الخاص بالدهون، الممر الخاص بالأحماض الدهنية والجليسيرول هو تسمى تسمو اللمف. أما الدم هو ناقل المواد للقائية الأخرى، كذلك وجود الماء في اللمف ولكن بكثرة الدهون. إذا الدم هو قناة خاص، أو الدم هو قناة خاصة بنقل المواد للقيت إلى جميع الخلايا الجسم لكي تصنع الطاقة. إذا الهدف ديالها هو الطاقة للاستمرار في الحياة ديالها. يعني كاين لافوا سانغين امبرانتي باغ لو لي سيل مينيرو لي سوكر سامبل غليكوز et les acides aminés. Par contre, la voie lymphatique empruntée par les lipides, surtout les acides gras et glycérol. إذن الدم هو مكلف بنقل هاد لي اسيد امينه، الاصل ديالهم لي بوليبيبتيد، وكذلك النقل ديال الجليكوز الاصل ديالهم هو المالتوز، والنساء الماء والأملاح المعدنية. بينما هذاك اللمف يقوم بنقل ليزاسيد كرا، الأصل ديالهم الأحماض الدهنية، الأصل ديالهم الدهون، وكذلك الجليسيرول. هنا تتم عملية الامتصاص، هنا تتم عملية الامتصاص ديال لينيتريمون، هادو كاملين تيتسموا هادو لينيتريمون، المواد القيت، جليكوز. خصهم يسموا الجليكوز ليزاسيد غا امينه، كل ما يمكن امتصاصه هذا يسمى مواد القيت. وكاينين جوست كاينين طريقتين لنقل المواد القيت، كاين عن طريق الدم وعن طريق اللمف فقط. نكتفي بهذه المعلومات، والى لقاء اخر ان شاء الله. لا عجبتكم هذه الحصة، إن شاء الله سوف نجددها مع الدرس أو الفصل الثاني في الدورة الأولى، ليديكاسيون نيتريسيونيل إي لا بروتيكسيون دو لاباغاي ديجيستيف. نحاول نبسط لكم هذا الشيما دو سانتيز إن شاء الله لاحقا في الأسبوع المقبل، باش يمكن لكم تراجعون غير من خلال الشيما طريقة مثلا تقارنوا بين المعلومات ديالكم والمعلومات اللي كاين في الفيديو، وتصحوا بعض المعلومات وكان من المراجعة. لنكتب بهذا القدر أيها التلاميذ الأعزاء مستوى السادس الإعدادي، ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل في درس جديد كما وعدناكم. أشرح لكم الشيما دو سانتيز فقط، اسم الدرس هو جزء تابع للتغذية، ليدوكاسيون نوتريسيونيل التربية الغذائية، اي لا بروتيكسيون دو لاباري ديجيستيف وكذلك حماية الجهاز الهضمي. والتربية الغذائية هي الموضوع ديال الحلقة القادمة ان شاء الله.